طيب، شركة ميرك تأسست في أواخر الخمسينات، عندنا أكثر من 300 دورة. انتقلنا إلى دبي، مقرنا الرئيسي الآن في دبي، انتقلنا في سنة 91. هذه هي الدورات المختلفة يلي نعطيها. نبذة بسيطة عني، أقول أنا للأسف درست هندسة، أقول للأسف لأني ما صح لي فرصة أنه أعمل في الهندسة. بتعرف الظروف، يعني بتاخذ واحد تاخذه وتجيبه. ودخلت أول شيء في القطاع الخاص في مجال الفاينانس في HSBC، ومن ثم آخر سنوات في القطاع الحكومي في حكومة دبي وحكومة أبو ظبي. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن التحول المؤسسي ما هو، ونتكلم عن بعض الأشياء، العوامل الحاسمة الأكثر تأثيرا في نشر التحول المؤسسي، تثبيت التحول المؤسسي، وإذا كان في وقت سنتكلم قليلا عن المهارات التي يجب أن يتمتع بها القادة لتعزيز نجاح التحول المؤسسي. طيب، أسألكم أول شيء سؤال، ما هو التحول المؤسسي بالنسبة لكم؟ حتى لو ما بتعرفوه، شو تعتقدوا هو؟ يعني تغيير أو تطوير في المؤسسة، تغيير في الإدارة، تغيير جميل في البروسيسز. جميل. طيب، لماذا هو اسمه تحول مؤسسي ومش تغيير؟ يعني في شيء مستعمله هو الـ change management، ما هو الفرق Yes. بين التحول المؤسسي والـ change management؟ التحول دائما بيكون كبير، يعني بيكون في الـ organizational chart ككل، في الـ صحيح strategy صحيح for everything. صحيح صحيح، أحسنتي. فالتحول المؤسسي هو تحول كامل في ثقافة العمل للمؤسسة، وهذا ناتج عن التغيير كامل جذري في الاستراتيجية، في العمليات التي طبقتها المؤسسة في الماضي. أما التغيير فعادة يكون في مشروع معين أو في شيء معين، أما التحول المؤسسي ككل، وهذا التحول كم بيطول؟ شهر، شهرين، ثلاثة؟ يعني لا، بياخذ وقت. بياخذ وقت. التحول بياخذ وقت. جميل. فهذا التحول المؤسسي يتم على كافة المستويات، وتفعيله بيكون على مدار فترة زمنية طويلة، وعادة عندما لا ينتهي، يعني في تحول مستمر دائما عشان المؤسسة تكون في المقدمة في كثير من الأشياء. ورح ناخذ بعض الأمثلة عن التحولات المؤسسية والمنهجية يلي ممكن نتبعها عشان التحول المؤسسي. طيب، رح أسألكم سؤال وأريد جواب بصراحة لو سمحتوا. ماذا يحصل لو مدير القسم ترك في إجازة، مريض، راح على مؤتمر؟ ما بيحصل حاجة. أبداً؟ ما بيكون الناس مبسوطين جداً؟ يعني بياخذوا والله بيجوا depends، متأخرين؟ ممكن بيعتمد طبعا، اكيد اكيد يعتمد، أكيد. اكيد يعتمد. الاخت وعد، شو رايك؟ أتفق مع الأخت، يعتمد على نوع الليدر، يعتمد بيعتمد على يعتمد النوع. كثيرا. طيب، ففي بعض طبعا يعتمد على المؤسسه. اخ عبد الله، انت شو بخبرتك، الناس تنبسط شوي، يعني ترخي شوي لما بيترك المدير، ولا بتضل مثابره؟ والله أتوقع ترخي شوي. رخي شوي، لازم يعني، معليش ما نعم. في مشكلة. طيب، لو قلت لكم إنه بالعكس بيصير في إحدى المؤسسات، يعني في إحدى المؤسسات المدير بيترك مثلا في إجازة، أو بيترك لأنه مريض، والناس تتصرف مثل ما كانت تتصرف إذا المدير موجود، مهتمة بشغلها، مهتمة بعملها ومشاريعها، ماذا يعني هذا؟ يعني إنه العمل عمل مؤسسي، يعني ما ماشي بنظام معين، مش معتمد جميل على أشخاص. جميل، مش معتمد على الأشخاص. أحسنتي. طيب، هذا المثال راح أعطيكم إياه، أنا راح أفرجيكم فيلم فيديو بحسب السرعة عندكم الإنترنت، يمكن يطلع مقطوش شوي، بس على كل حال هو يعني أعتقد أنه راح توصلكم الفكرة.
المدير سيتصل بمساعدته ويقول لها أنه أنا لا أستطيع أن أأتي اليوم، فلذلك بدي إياكم تشوفوا ماذا يحصل مع الكل وكيف هن مهتمين جدا بعملهم، يتصرفوا كأنه المدير موجود. Thanks. Have a good day. Mr. Delaney's office. Oh, hello, Mr. Delaney. If you're not feeling well, I'm sorry. Yes, I can have that right. العفو، الصوت واضح عندكم عم بيطلع؟ قطع الفيديو. ايه اوكي، طيب ارجع عندكم اياه مرة ثانية. Thanks. Thanks. Have a good day. Mr. Delaney's office. Oh, hello, Mr. Delaney. If you're not feeling well, I'm sorry. Yes, I can have that ready for you, and you'll be stopping in to pick it up? Oh, you'll stop in tomorrow. And what about the big presentation today at 2 o'clock? Absolutely, I'll have him conference you in from home. Okay. Feel better, Mr. Delaney. FedEx. Proudly bringing you the FedEx Cup. طيب كيف الأخ عبد الله، كان مرخين شوي ولا مهتمين جدا في عملهم؟ لا ما شاء الله مهتمين بشكل كبير. مهتمين بشكل كبير في الجولف، يعني ما صدقوا جاهزين أنه لما عرفوا أنه المدير مش جاية وطلعوا من المكتب. طيب الحل الآن ماذا؟ ماذا نفعل عشان نصلح هذا الأمر؟ يعني لو المدير سمع أنه هذا اللي صار، ما هو الحل؟ كيف يخلي الناس إذا هو طلع يكونوا لسه مهتمين في عمله؟ أخ عبد الله تفضلي. يمكن he needs to communicate معهم أكثر، يكون في تواصل أكثر. أكيد أكيد. يكون في rewarding يحفزهم على أساس إنه يكون في ولاء للمؤسسة إذا موجود أو غير موجود. أوكي جميل. فهو لا يعتمد على شيء واحد، إنه ما بيعتمد على مثلاً نحن كمدراء أو مدراء أو كشركات، كيف يتأكدوا إنه الناس بيجوا على الوقت؟ في نظام متابعة جميل. في أيوة، في نظام البصمة صحيح؟ طيب نظام البصمة شو رأيكم فيه؟ هل هو نظام جيد يضمن إنه الناس تجي للشغل على الوقت وتكون يعني تجي للشغل بس يمكن ما تشتغل؟ جميل. فالنظام لوحده، يعني نحن كثيرا من الأحيان نحل المشاكل عن طريق تطبيق نظام معين. نظام ممكن يكون البصمة، بس مثل ما تفضل الأخ عبد الله ممكن الناس يبصموا وبعدين شو يقعدوا يساووا؟ يلعبوا ببجي في خلال النهار، أو يبصموا ويطلعوا مرة ثانية. وما تقولوا للناس قلت لكم، بس الآن أعتقد على أمازون ممكن واحد يشتري شريحة سيليكون يأخذ فيها طبعة إبهام ويعطيه لأحد ثاني عشان يبصم بداله. فهذه بدها شيء أكثر من النظام. يمكن مثل ما تفضلت الأخت وجدان أنه بدها يمكن تواصل، رفع الولاء، في أشياء كثيرة ممكن تكون. طيب شو رأيكم لو وضع المدير كاميرات مثلا عشان يتأكد أنه الناس مش فقط في الشغل بس بيشتغلوا على مشاريعهم؟ لا ده ما، بالعكس ما أعتقد أنه بيحفز. يعني أهم شيء trustworthiness، الثقة أهم شيء، الثقة والempowerment هم اللي يخلوا الستاف
طيب جميل، لكن هل كل الناس محل ثقة؟ لا ما كلهم محل ثقة، لكن برضو الكاميرات يعني مش يعني حاجة efficient، يعني مش أكيد حتشجبني. أكيد أكيد أكيد. طيب في طريقة ثانية يمكن هو فكر فيها المدير، قال أكيد إنه الكاميرات يعني يمكن تكون صعبة، يمكن يكون مخالفة للقانون، تجسس وكذا. بس هو شو راح يساوي؟ لما يطلع إجازة أو يطلع مؤتمر راح يتصل فيهم عن طريق زوم عشان يتأكد إنه هم موجودين في المكتب، وبيتأكد إنه هم بيشتغلوا على المشاريع، وعشان يتناقش معاهم شو النتائج اللي طلعت من المشاريع. طيب فخلينا نشوف ماذا يحصل، وإذا هذه المنظومة الجديدة إذا نفعت أم لا. So we will get that schedule revised and sent right out to you, sir. That sounds good. Listen, I should be back in the office on Tuesday. I'd like to see an updated P&L. Very good, sir. Yeah. We're all over it. Right about take care. That was close. Yeah, that was close. I can still hear you. That was close. Yeah, that was close. FedEx, proudly bringing you the FedEx Cup. طيب الأخت وعد، كيف كان هذا الحل؟ هو دائما في أكثر من طريقة، يعني إنه الواحد يراقب الحضور والانصراف، لكن إذا كنا فعلا مهتمين بالأداء ممكن نربطها نحن بمؤشرات الأداء بعد ما نحدد إيش هي shared vision، نربط أداء الموظف بالshared vision، يكون طبعا المدير عارف الوقت أو يعني توزيع العمل، توزيع التاسكس بطريقة صحيحة، ويضع لها مؤشرات أداء، ويترك للموظف الحرية نوعا ما أنه هو يقيس أداءه. ما يريد يقيس حضوره وانصرافه كثر ما هو يريد يقيس أداءه، هل هو أنجز أم لم ينجز. طيب الأخ عبد الله، برأيك الموظفين هؤلاء مبدعين أم لا؟ أعتقد أنهم مبدعين، يعني طريقة حطوا باك جراوند صحيح، ضلوا ساعات عشان يحطوا الباك جراوند يكون مثل المكتب تماما، بدل ما يقضوا الساعات هذه بالعمل. طيب إذا سألتكم، إذا أنتم كنتوا فريق يعمل على التحول المؤسسي، يقول أنه يجب نحن أنه نغير تماماً من ثقافة المؤسسة بحيث أنه نرفع الولاء، نخلي الناس تركز على النتائج بدلاً من الحضور والانصراف، ما هي أول خطوة بتساوها؟ communication. طيب communication of what؟ على ماذا؟ عن التغيير نفسه، عن شو الأشياء يعني الكوميونيكيشن في الوقت ده مهم جدا، يعني أهم شيء، يعني بيضمن لك النجاح بتاع التحول. طيب أكيد رح نحن نحطها، لكن نحطها بطريقة ثانية، بحيث أنه الخطوة الأولى في هذه النظرية، في نظرية التحول المؤسس، أنه الخطوة الأولى هي نفهم. شو تعتقدوا معنى نفهم؟ ليش التحول؟ أوكي، مش ليش التحول، التحول أكيد، لأني عادة التحول بيكون في سبب خارجي أو داخلي. يعني السبب الخارجي ممكن يكون أنه نحن رح نفلس إذا ما غيرنا، إذا في خلال سنة ما غيرنا ما رح نكون نحن موجودين. عادة بيكون في سبب مؤثر. فالخطوة الأولى فهم، هو فهم الوضع الحالي، ليش الناس مهتمة بالجولف أكثر من اهتمامها بالعمل؟ ليش ما في ولاء؟ هل السبب هو الأنظمة؟ هل هو سوء السبب الرواتب؟ هل السبب أنه مش الناس الصح اللي عم يشتغلوا في أشياء ما حبينا؟ يعني في أسباب كثيرة، بس يجب أن نتفهم لماذا
يجب أن نتحول، وما هي الأسباب التي تعوق التحول؟ فمن دون معرفة الأسباب لا نستطيع وضع رؤية مناسبة. كثيرا من الأحيان أنا بساوي دورة في التحول المؤسسي، ومنساوي فيها نعطي فيها برنامج محاكاة simulation، نعطيهم شركة من الشركات يلي على شفا حفرة، يعني إنه بعد سنة ونص إذا ما صار في تغيير جذري في طريقة العمل الشركة راح تفلس. المشكلة عارفين نحن شو الحل، بس كيف نبدأ؟ كل أكترية المدراء التنفيذيين يلي بيجوا بياخدوا هذه الدورة أول شيء بيبدو أنه بيحطوا رؤية جديدة، دائماً هذه تفشل. لماذا؟ ممكن لأنه ما أدخل الموظفين معاه في البروسيس هذه من البداية. أوكي، في أكيد في جزء منها أنه ما دخل الموظفين في البروسيس، أوكي ممكن يكون، بس جزء منها أنه هو مش عارف الوضع الحالي. نحن نعتقد أننا نفهم الوضع الحالي لكن مش صحيح. الذي يحصل مع الموظفين غير يلي يحصل مع المدراء، غير يلي بيحصل مع المدراء التنفيذيين، غير يلي بيحصل مع مجلس الإدارة. كل واحد في عنده تصور مختلف. طيب، شركة ماكنزي شركة استشارية كبيرة ساوت آلاف المشاريع حول التحول المؤسسي. شو تعتقدوا نسبة المشاريع التحول المؤسسي التي تفشل؟ طيب، فنقوا لو سمحتوا على الآن، بعثت لكم بالسؤال، لو تنطقوا الجواب الصحيح مثل ما أنتوا يعني شايفين أنه النسبة، هل هي 10%، 20%؟ طيب، رح أعطيكم 5 ثواني كمان. الآن راح أفرجيكم شو قلتوا. طيب، أحسنتم، أكثريتكم قلتوا 50 وما فوق، وهذا هو الصحيح. تقريباً 70% من مشاريع التحول المؤسسي تفشل. طيب، سؤال الآن، إذا كانت 70% تفشل، ما هي أسباب هذا الفشل؟ هل في أسباب مكررة منشوفها مرة بعد مرة هي تؤدي إلى الفشل؟ أخ حسام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيف الأحوال؟ يا هلا فيك، شرفت. من خبرتك، أو شو تعتقد أسباب يلي بتفشل فيها مبادرات التغيير أو التحول المؤسسي؟ أتوقع من الأشياء هي best practices، يعني نكرر ما تم تجارب السابقة بدون فهم المؤسسة نفسها. جميل، تكرير دائما، هذه كتير بتصير، إنه نحن نرجع منعيد نفس الأشياء يلي سويناها. أنا بتذكر مع لما كنت صغير والدتي عيطت علي، زعلت مني وصرخت علي، فأنا صرت أبكي وقالها أنا لما أكبر أنا ما رح أعيط على أولادي أبداً. طبعاً لما كبرت وصار عندي أولاد شو سويت؟ نفس الشيء. طيب، في أسباب بس معينة عادة تؤدي إلى هذا الفشل، وهي أشياء تتكرر من مشروع إلى مشروع. أكبر سبب لفشل التحول المؤسسي هو مقاومة الموظفين للتغيير. الناس ما تحب تتغير، أو ما تحب إنه تغير حتى لو كان التغيير إيجابي. لكن في سبب ثاني جداً مهم، هو إنه سلوك المدراء لا يدعم التغيير. ممكن أحد يعطيني سؤال؟ أخ محمد، هلا فيك، ممكن تعطيني مثال عن كيف سلوك المدراء ممكن لا يدعم التغيير؟
طيب الأخ محمد أحمد، أهلا، كيف أحوالك؟ طيب أي أحد ثاني مثال عن كيفية عدم إنه سلوك المدراء لا يدعم التغيير؟ إحنا أنا أشتغل في قسم الـ IT، فدائماً في عندنا وايد سيستمز وعندنا مشكلة الدوكيومنتيشن. It's a tedious task، يعني شيء يحتاج وقت كثير، ولما أطلب من الموظفين اللي معاي إن يوثقون أي كل العمليات اللي يقومون فيها، في بعض الأحيان لا أجد الدعم من مديري. إيه. في حياتي. أوكي، جميل جميل. طيب لو أعطيك أنا مثال أخ عبدالله، أنت موظف، أوكي، وطلب منك مديرك، جاء طلب منك توثق الأشياء، بس مديرك لا يوثق المشاريع. يعني مثل يلي صارت معاي، إنه مديرنا جاء لنا وقالنا إنه أنا عارف إنكم تتأخروا كثير في العمل والله يعطيكم العافية وكذا، لكن بعض الأحيان كمان تتأخروا الصبح، يعني صحيح بتضلوا للساعة 6-7 في المساء، بس بدل ما تجوا 8 بتجوا متأخرين شوي 8:30. طبعاً نحن مش مبسوطين، فهمانين إنه هذه سياسة للمؤسسة. تاني يوم جينا نحن الساعة 8، متى هو جاء؟ الساعة 7 يمكن؟ لا، يا ريت لو جاء الساعة 7 كان جاء الساعة 10:30. وليش جاء 10:30؟ يعني نحن توقعنا أنه يمكن عنده اجتماع في مكان ثاني، فتكلمنا مع مساعدته قال لا والله هو ما صحي، فاضطريت أنا أصحي. فماذا حصل باليوم اللي بعده؟ كمان نحن تأخرنا. فهذه أشياء بسيطة جدا، أنه المدراء يطلبوا منا نساوي شيء بس هن نفسهم ما بيساووا. فالمهم أنه هذا كله 70% من المبادرات التغيير تفشل، و70% من 70% بسبب الناس، مش بسبب نقص الموارد، مش بسبب الأزمات، هو بسبب الناس، يا الموظفين يا المدراء نفسهم يلي ما بيدعموا التغيير، يقولون شيء ويفعلون شيء آخر. طيب ما هي الخطوات اللي ممكن ناخدها عشان نبدأ في التحول المؤسسي؟ شو قلت لكم أول شيء لازم نساوي؟ شو أول خطوة؟ Probably situational analysis في البداية. صحيح صحيح، هذا هو الصحيح، أحسنت. فالتحول المؤسسي عبارة عن إيجاد الحل ومن ثم وضع الحل في المؤسسة. الحل في بعض الأحيان بسيط جدا، ممكن يكون مثلا أنه نحن لازم نركز على المتعامل، أو لازم نحن بدلا من أنه نبيع في القطاع الحكومي نبدأ نبيع في القطاع الخاص، لأن القطاع الحكومي خلاص ما عاد في فلوس، ما عاد في ميزانية. فالحل ممكن يكون بسيط، لكن تطبيق هذا الحل ونخلي الناس أنه تقتنع أنه هذا هو الحل مش بسيط. فنبدأ أول شيء بخطوة نسميها فهم، فهم الوضع الحالي. طيب كيف نفهم الوضع الحالي؟ ماذا نفعل؟ ممكن عن طريق استبيانات. جميل، يلي هو أنت تفضلتي فيه التواصل، استبيانات، المقابلات، نعرف شيء اسمه walking the floor. شو تعتقدوا معناتها walking the floor؟ يعني التجول على الأرض، بحيث أنه كثيرا من الأحيان نحن كإدارة نطلع باستراتيجية من غير ما نعرف ماذا يحصل على الأرض. لا، الناس يلي بتعاملوا مع الزبناء، العالم اللي بيعيشوا فيه عالم مختلف جدا، فلذلك يجب علينا أن نفهم الوضع الحالي. بعد ما نفهم المشاكل، نعرف شو ماذا يحصل، ما هي الأشياء يلي ممكن تنفع، ما هي الأشياء يلي لازم نسويها بعدين، شو تعتقدوا الخطوة الثانية؟
تهيئ المنظمة للتغيير. أوكي جميل، هذه في المرحلة الثانية. إذا شايفين أنا في خطين حاطط، خط واحد هنا وخط هنا، هذا الخط هو عن فقط يجب التعامل مع أصحاب المصلحة أو الناس المهمين يلي، لأنك لا تستطيع التعامل مع المؤسسة ككل. ولما أقول الناس المهمين لا أعني فقط المدراء، ماذا تعتقدوا أعني؟ Key stakeholders. Key. في الموارد والعملاء. لا، داخل المؤسسة في ناس مهمين. هؤلاء الناس المهمين تعرفوا شو في عندك في التيك توك واليوتيوب influencers. شو هن الانفلونسرز؟ الموظفين. لا مش الموظفين، أحد يساعدني في الترجمة شوية، اللي عنده جوجل ترانسليت. شو هن الانفلونسرز؟ هؤلاء الناس اللي بيتابعوهم كتير، يلي هن المؤثرين، يسمونهم المؤثرين. المؤثرين هو الصحيح. المؤثرين. نعم، في عندك ناس في المؤسسة مؤثرين على داخل كل المستويات، مش فقط المستوى العليا. في ناس من الموظفين، ناس بيسمعوا لهم، بيتكلموا كتير، أو الناس لما بيتكلموا بشيء برأي الناس تصدقهم. هؤلاء يجب تجنيدهم. ماذا أعني بتجنيدهم؟ ماذا أعني بالتجنيد؟ يعني إنه بس إنه يكون تجنيدهم على التغيير يعني. جميل، صحيح. يعني جميل، صحيح. عفوا أخ حسام مرة ثانية لو سمحت. البايئن بتاعهم. أوكي، ما عم بنسمع صوت منيح، بس عادة في تركيز على ناس معينين تفهمهم ضرورة التغيير. أنت فهمت الوضع ككل من المؤسسة ككل. ففي بعض الناس يجب أن يكونوا معك. أيوة، فالأخ حسام قال الباين. أوكي، أكيد الباين صحيح. طيب جميل، ما هي الخطوة اللي بعدها تعتقد؟ ممكن تكتبوا ليها بالشات، وممكن تقولوها الآن أنا جاهز عشان أضع. العمليات بتشبه العمليات، بس الرؤية، وضع رؤية جديدة. هذه الوضع الرؤية تكون مع من؟ مع الجنتهم. مش يعني الآن طبعاً في تواصل مع المؤسسة ككل، بس مرة ثانية صعب جداً إنه المؤسسة ككل 100% تتفق على شيء معين، وخصوصاً في وضع الأزمات. يعني مثلاً في الأزمات، في الكورونا، ماذا اضطرت كثيراً من الشركات والمؤسسات أن تفعل لكي تبقى على قيد الحياة؟ مشت كثير من الموظفين. جميل، يعني في بعض الأحيان ما في عنا خيار إنه نمشي الموظفين أو ننزل من رواتب ككل. طبعاً أكيد في بعض الأحيان المؤسسات شو تساوي، بتنزل رواتب الموظفين، بس المدراء ما بتنزل رواتبهم. هذه طبعاً معادلة يعني ستؤدي إلى الفشل الذريع. لكن في بعض الأحيان بعض الأشياء لازم نساويها، ولازم نساويها بسرعة. المهم إنه وضع رؤية. الآن ممكن نتعامل مع المؤسسة ككل. أول شيء نبدأ بالتحفيز. شو تعتقدوا أعني هنا بالتحفيز؟ وأنا متأكد أنكم ما رح تعرفوا شو معناته هنا التحفيز. التحفيز يعني مش يعني ما بمعنى إنه زيادة رواتب أو كده. صحيح، تحفيز على ماذا؟ طيب، من أخت وعد، create a sense of urgency. جميل، creating a sense of urgency، أنه لازم أنت تضع الناس، تقول لهم يجب أن نتغير، نتحول الآن، في سبب، في أزمة، في مأزق. يعني مثلا من الأشياء المحفزة أنك، أنا كنت أعمل مع شركة من الشركات كان في عندهم خسائر كبيرة بتصير. من الأشياء يلي ساووها، كان في عند المدير التنفيذي عدة لوحات رسمات،
غالية شوي، يعني ما عم نقول ملايين بس يمكن مئات الآلاف. شو تعتقدوا كان يجب على المدير التنفيذي أن يفعل عشان يفرجي الناس أنه نحن فعلا في محنة، في مأزق؟ استغنى عنهم كلهم، استغنى عنهم. وإذا ما استغنى عن اللوحات، استغنى عن اللوحات وباعها، مع أنه الناس كتير بيعرفوا أنه هذه اللوحات صلوا بيجمعها من 30 سنة. لما شافوا هالشيء هذا شو حسوا؟ باهتمام أكثر، حسوا باهتمام، وحسوا أنه مش بس المسؤولية، أنه جد الأزمة جد. إذا فعلا المدير التنفيذي بتخلى عن كثيرة من الأشياء، عن سيارته الخاصة، عن شوفيره، عن مكتبه، من بيع المكتب نجي على مكتب أصغر، هذا ما أعني بالتحفيز، هو أنه الناس رح تسأل لماذا أتغير؟ ليش ضرورة التغيير؟ هل في شيء أتغير فيه؟ هل في شيء لازم أفعله؟ هل في سبب؟ فهذا لازم تكون واضح فيه، والآن تتواصل مع الناس بحيث تقول لهم هذه الرؤية اللي رح نساويها، هذا هو سبيل الخروج من المأزق، الأزمة يلي نحن فيها، بحيث أنه الكل يكون على نفس الصفحة. وبعدها في الخطوة السادسة تفعيل. تفعيل ماذا؟ تفعيل الرؤية، المنظومات الجديدة، التغييرات يلي بتصير. وبعدها في الأخير آخر شيء توضيد. توضيد هو في اللغة الإنجليزية النقطة هنا الكونسوليديت، إنه نحن سوينا الأشياء فنبدأ الآن. يعني مثلاً أسألكم سؤال، هل فصل أحد الناس يلي ضد التغيير؟ في بعض الناس ضد التغيير مهما كان التغيير. في أي مرحلة هذه يمكن أن تكون؟ أخ حسام شو رأيك؟ ضد التغيير بيكون من الأول. من الأول، أوكي. من الشق الأول. جميل. إذا ساوينا من الأول رح تفشل المبادرة. لماذا؟ لأنه حيكون في دينايل. جميل. رح يكون في دينايل، ورح يكون في ناس بيساندوا هذا الشخص. بالضبط. فرح تخسرين كلهم. هلأ الآن في خطوة التفعيل، الخطوة السادسة، بعد ما ساوينا فهم للموضوع وجندنا ناس وضعنا رؤية وحفزناهم وقلنا لهم ليش لازم نغير وتواصلنا معهم، ما هي الرؤية الجديدة، ماذا سنفعل الآن، إذا لسه في شخص مش معنا وبيشتغل على أنه يفشل التحويل في هذه النقطة هنا، هنا ممكن واحد يفصل شخص معين. بس إذا ثاويناها في هذه النقطة، هذه معادلة للفشل. التوطيد كمان أيضا، بحيث أنه نحن أخذنا مكاسب، ممكن نحتفل بالمكاسب يلي وصلنا عليها. طيب الأخوة والأخوات الكرام، نحن داهمنا الوقت، وآسف أنه ما في عندي وقت للأسئلة والأجوبة. في عنا دورات نحن في ميرك في التحول المؤسسي، نتمنى أنه نراكم في هذه الدورات. لسه نحن في عنا دورات على الإنترنت أونلاين، بتكون هي أرخص وأسهل شوي أنه واحد ينتسب عليها طبعاً، لكن نحن منفضل أنه نشوفكم تكونوا معنا في الدورات يلي هي شهادة في الابتكار والتحول المؤسسي، وبعدين عندنا دورة تانية في التغيير الجذري والتحويلي والقيادة الاستراتيجية. شكراً جزيلاً على تفاعلكم، وإن شاء الله نراكم في دورات قادمة. شكراً لكم. شكراً. أهلا. شكرا. يا هلا.